طماطميتين جميل متقطعين متقشرين، 2 حبة بصل ومتقشرين طماطم متقشر عشان القشر في الرز. نعم. 2 ثمرة فلفل حار، كركم، توم باودر، زعتر، كمون. طيب وملح وفلفل. جميل. عندنا هنا وبهارات دجاج. بهارات دجاج لانها بتفرق في الطعم كتير. طيب هنقولها اتفضل عشان بس ايه نبقى كده. عندنا كوبايتين من الرز البسمتي المغسول والمنقوع، معلقتين الزيت، عندنا كمان بصلايه مفرومه كبيره، وطماطميتين متقشرين متقطعين مكعبات، واتنين ثمره فلفل حار، فلفل حامي، نص معلقه من الكركم، ونص معلقه من الكمون، ونص معلقه من الزعتر، ونص معلقه من بهارات الدجاج، ومعلقه من الثوم الباودر، وكمان معلقه ملح، ومعلقتين زيت، ورشه صغيره من بودره الزعفران عشان اللون. طيب انت حطيتي بقى؟ حطينا دلوقتي الزيت. الزيت وهنزل البصل، بس عايزه معلقه للتقليل. على فكره شكل الرز ده هيطلع حكايه، بس طبعا اللي ما بيحبوش الحاجه الحاميه لا ممكن الشرق. نبدل ده بالرومي. مكسيكي اساسي لازم يكون سبايسي شويه. طب اوكي معلقه بس. حاضر، عايزه معلقه؟ اتفضلي. طب حط على النار هنا بقى. ايوه حطينا البصل، حطينا البصل مع الزيت. ندي البصل تحميره بسيطه. جميل. بجد على فكره شيش الطاووق له طرق متعدده، اصل في حد هيقعد بقى كده تلاقيه ايه يقول لك اصل ده ما بتعمل شيش طاووق ده ما فيهوش مش عارف ايه. لا هو انا عايزكم تحكموا بعد ما تجربوا وتدوقوا. ليه؟ لان تختلف تتبيله، الرؤى تختلف، التتبيله. انا بروح في مكان اكل شيش طاووق بلاقي طعمه مختلف عن المطعم اللي جنبيه بالظبط، بينهم بعض جدار. فحاولوا بقى يبقى كده في ابتكارات جديده يعني ان شاء الله. جميل. حطينا البصل مع الزيت. حلو قوي. وبعدين هننزل الفلفل، الفلفل الحامي. طبعا سيد بيحب الشطه فعشان كده مبسوط. كل البهارات هننزل بقى، كل البهارات نذكرهم بس بالبهارات اللي هي كركم وبهارات دجاج وتوم باودر وشويه من الزعتر الباودر برضو وكمون وكمان رشه بودره زعفران وبس كل الحاجات دي. كده هننزل الطماطم. عايزين ميه بقى سخنه. حاضر، ميه سخنه. الميه السخنه دي بقى بتساعد في التسويه اسرع، يعني هي حطت البصل، حطت عليه الزيت، وحطت البهارات، وبعدين الملح اهو بتحط، وجميع المكونات. الطماطم لازم تكون متقشره عشان قشر الطماطم ما يطلعش جوه الرز، صح؟ طيب كويس. لان بعد ما الرز بيستوي القشر هو اللي بيطلع. نعم. طيب هنحط الرز ولا هنحط الميه الاول؟ اللي انت عايزاه. بحط الميه. طيب جميل، ما احنا كل ستات البيوت كده بتحب تحط الميه الاول. احنا بقى العكس، نحط الرز الاول. كمان. اتفضل. عارفين ليه بقى احنا العكس؟ هقول لكم الحته الفنيه دي. معظم الشيفات يحطوا الرز الاول علشان يحكم الميه بعد كده، لكن انا ممكن احط ميه تطلع زياده، اتحكم فيها ازاي؟ احنا هنحط الرز لو لقيناه محتاج ميه هنزود. ولو طلع الميه زياده؟ لا ان شاء الله ما تطلعش زياده. لا اتفقنا بقى ان احنا واخدين على الكلام. لا احنا اتفقنا ان احنا دايما بنقول معلومه لازم تتعلموها، يعني حاجات فنيه صغيره في وسط الشغل لازم تكونوا عارفينها. لازم اما احط الرز بدايه اما احط الميه هتطلع مظبوطه، لكن انا افترضنا ان انا الكراب بتاعي فضيت منه ميه كتيره، طب هتصرف ازاي؟ هشيل منها؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه. دلوقتي هننزل الرز. بياخد طعم الحاجة. برافو عليك يا محمد، بقيت بتطبخ اهو ما شاء الله عليك يا شال والله. يعني لا والله انت بتطبخ دلوقتي والله العظيم. انا بيعجبني الشباب اللي بيخش المطبخ ويبتكر يعني. محمد الشال بيقول لي لا انا بحط الرز الاول عشان لو عليه شوية نكهات ياخد الطعم. الراجل بقى دلوقتي خلاص اهو. شكلكوا لا شكلكوا هتقفوا مكاننا هنا، وهو انا هطلع ادوس على الزرار اللي فوق ده وخلصت. دلوقتي هنغطي.